حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً مباركة في الوقاية من فيروس كورونا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنما ينزل بالعباد من بعض المكروهات كالأمراض والأوبئة، إنما هي بإذن الله تعالى وبقضائه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وإن تلك المكروهات المقدرة على الإنسان ابتلاء من الله تعالى لعباده، ليبلو أخبارهم فيعلم الصابر منهم من غيره. فعلى العبد حين نزول هذه الأمراض والأوبئة الصبر، وعليه بالرجوع إلى الله تعالى واليقين بأنه لا كاشف لهذا الضر إلا الله عز وجل. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما يجب على العبد عند نزول المرض الأخذ بالأسباب، ومن ذلك أن يتداوى بالدواء المباح، فإن هذا من مدافعة القدر بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وكذلك أمر الشرع بالأخذ بالوقاية والحجر الصحي عند نزول الأوبئة، وذلك بأن لا يذهب إلى الأرض التي فيها الوباء حفظا للسلامة، وألا ينتقل من أرض الوباء إلى غيرها حتى لا تنتقل العدوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعلى المسلم أن يصبر ويمكث في بلده الذي أصيب فيه ويحتسب ذلك، وله بذلك أجر شهيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أدركوا خطورة هذا الوباء الذي نزل بالناس في شتى دول العالم، وأدركوا خطورة انتشاره وانتقاله السريع، فوجهوا باتخاذ تدابير وقائية صارمة للوقاية من هذا الفيروس ومنع انتشاره ومكافحته، وكل ذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم. وكان من أبرز تلك التوجيهات منع دخول المسافرين إلى المملكة، وأمر الناس بالتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة والضرورة، ومنع التجمعات والتزام التباعد مع الأخذ بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة في التعامل مع الآخرين أثناء الخروج أو الاختلاط بهم.
كما هيأت الدولة كذلك أماكن خاصة لاستقبال المصابين وفحصهم وعلاجهم، وزودت المستشفيات بجميع الاحتياجات اللازمة لمعالجة المصابين بهذا الفيروس. وقد كان لتلك التدابير الوقائية الأثر الإيجابي في الحد من انتشار هذا الفيروس والتقليل من الإصابات بتوفيق الله عز وجل. وقد لقي هذا الإجراء الوقائي المبكر من الحكومة السعودية استحسانا وإشادة من كثير من المنظمات الصحية العالمية وقادة الدول في العالم. ومن التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة منع العمرة والزيارة لما في ذلك من خطورة انتشار الفيروس مع اختلاط الناس وتقاربهم. ومن هذا المنطلق كذلك جاء القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بعدد محدود من داخل المملكة حفاظا على سلامة الحجاج مع توخي التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الحجاج. وهذا القرار بلا شك قرار حكيم وجاء في وقت مناسب لما في ذلك من إقامة هذه الشعيرة العظيمة، رغم ما في إقامة هذه الشعيرة في هذه الظروف من المشقة والصعوبة البالغة، وتتطلب تدابير واحتياطات كثيرة، ولكن الدولة وفقها الله لا تألو جهدا في سبيل ذلك، وتبذل جميع إمكانياتها البشرية والمالية للحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خير الجزاء، وجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. كما نذكر بالشكر والتقدير جهود معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس في إقامة هذه الدورة المباركة تحت عنوان إذكاء القرائح بأحكام الجوائح نازلة كورونا أنموذجا، والتي تبث عبر منصة منارة الحرمين التي يتابعها حول العالم عدد كبير من المسلمين ويستفيدون مما يبث عبر هذه المنصة. فجزاه الله خيرا على ما قدم من جهود مباركة في خدمة العلم ونشره بين طلبة العلم وعموم المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.